وين هالغيبة يا عارف؟ أم عادش شفتك في التراويح من مدة؟ والله هي بدأت نرقد بعد الفطور، نضربها بالبوريكات والمبطنات ونسكنهم، وفي الليل نمشي لقهوة. تي والله ما فهمتني، التراويح عندنا زي تشامبيونز ليج، كل يوم يطلعوا مجموعة لين توقف على الإمام وخمسة انفار. تي هذه بس اللي ما فهمتهاش، أصلا دورة حياة المواطن الليبي الولادة فهموني شنو صاير، الوفاء ما فاهمين شيء. الله لا تربح اللي كان السبب. فهي شكون السبب زعمة؟ واضحة مش قلتك الحلقة اللي فاتت الأخوان والمقاتلة والماسونية واضحة، غير أنت تسكر لي في راسك. يا سبحان الله، توا لو قلت نظام القدافي نقوله ممكن يا عارف، لأن حكم فوق الأربعين عام وممكن يفسد الناس، لكن الإخوان أصلا القدافي من الأخوان والمقاتلة، مش كانوا يقولوا له الأخ قائد لاحظها الأخ لأن من الأخوان واضحة. يا راجل حط عقلك في راسك، والله الشعب ما هو ناقص هبال، واصلا احنا الليبيين شعب غريب جدا، نديروا في حاجات مش مفهومة بكل. الواحد يفتح جوجل إيرث يقدر يشوف العالم كله يا عارف، أول حاجة يدور حوشهم، ما تفهمش علاش، مع إنه المكان الوحيد اللي حافظه صم. إخوان مقاتلة وماسونية واضحة. ارفس يا عارف، تحني الشعب الوحيد اللي تقول له في التليفون ألو تسمع فيه يقول لك لا ما نسمعش فيه. تباهي كيف رديت كانك ما تسمعش؟ كل من الأخوان والمقاتلة هم اللي لعبين في التغطية، خدها مني أنا الأخوان والمقاتلة والماسونية، أنا يا رجوبة إنسان دقيق ومعلوماتي كلها دقيقة. شبحتي فيك أنت، حتى الأمعاء الدقيقة عندك ما هيش دقيقة، أما معلوماتي اللي بتكون دقيقة يا عارف.